اهلا وسهلا بحضراتكم. انا دكتوره زينه وجدي، اخصائيه التغذيه العلاجيه وامراض السمنه والنحافه. هكون مع حضراتكم ان شاء الله كل يوم ثلاث مع بوابه اخبار اليوم. هيكون في كل يوم ثلاث فيديو جديد ومعلومات جديده عن التغذيه العلاجيه. النهارده هنتكلم عن نظام دايت هيخسسنا، لكن لازم نلتزم بثلاث حاجات. اول حاجه المواعيد، تاني حاجه جوده الطعام، ثالث حاجه هنلتزم بيها كميه. الكمية يعني ان انا مثلا هناكل ربع او نص نلتزم بيها، شريحة توست او اتنين بنلتزم بيها. اول حاجة الفطار، اتفقنا الافطار وجبة مهمة جدا جدا، بتوفر 25% من نسبة الحرق في جسمنا بشكل يومي. طيب هنفطر امتى؟ من 7 لـ9. طيب ايه اللي هنفطره؟ اول حاجة هناخد بطاطساية مسلوقة مع 2 بيضة مسلوقة، أو عصير برتقان فريش مع 2 بيضة مسلوقة، أو شريحة توست بني مع 4 معالق جبنة قريش زائد خيارة. نقول تاني الفطار، أول حاجة بطاطس مسلوقة واحدة مع 2 بيضة مسلوقة، أو عصير فريش برتقان مع 2 بيضة مسلوقة، أو قطعة توست بني أو شريحة توست بني مع خيارة مع 4 معالق جبنة قريش لايت. طيب الثمرة هناخد إيه؟ ثمرة فاكهة كسناكس. ثمرة فاكهة كسناكس هناخد موزة مع 1 كوب لبن خالي من الدسم. طب السناكس ده إمتى؟ بعد الفطار بـ3 ساعات، يعني على الساعة 12 من الساعة 2، ساعتين عندنا، ساعتين ناخد فيهم 1 كوب لبن خالي الدسم مع موزة. طيب خلصنا الساعة 2 السناكس، حوالي بعديها بساعتين نقدر نتغدى من الساعة 4. طيب الساعة 4 هنتغدى ايه؟ عندنا 3 اختيارات، يا اما نتغدى صدور فراخ مشوية مع 3 معالق مكرونة، او نص فرخة مشوية مع خيارة، او ممكن ناكل قطعتين لحمة مسلوقة، قطعتين لحمة مسلوقة مع 4 معالق رز، الرز يكون أيضا مسلوق. بعديها هناخد سناكس بساعتين تقريبا برضو، ولازم نحافظ اتفقنا على الفترات الزمنية اللي ما بين الوجبات، هام جدا عشان معدل الحرق في الجسم. هناخد ثمرتين فاكهة أو طبق سلطة خضار، اي ثمرتين فاكهه، ممكن ناخد جوافه، ممكن ناخد كمثرى مع طبق سلطه خضراء صغير، يعني ده او ده. طيب بعد كده وجبه العشاء، وجبه العشاء علبه ممكن تونه بدون زيت، او ممكن ناخد زبادي لايت مع طبق سلطه خضراء. احيانا الزبادي بنعصر عليه نص ليمونه، ده بيزود معدل الحرق بنسبه 35%. لو هنتقبله يفضل ان احنا نعصر نص ليمونة على علبة الزبادي الدايت، ده هنمشي عليه لمدة اسبوع. في وجبة في اليوم السابع ممكن ناخدها فري، يا اما وجبة الفطار يا الغدا يا العشاء، مش اليوم كله، عشان في ناس كتير بيختلط عندها الامر وبتاخد اليوم كله فري، هو وجبة واحدة بس اللي ممكن ناخدها فري. ملحوظات مهمة جدا جدا جدا، شرب 4 لتر مية في اليوم، الملح نقلل منه، نستخدم ملح يودي، ويفضل ان احنا نمشي يعني نص ساعة يوميا، طبعا على الاقل 5 مرات في اليوم، هيساعد جدا برضو في الحرق. ده النظام اللي هنمشي عليه الاسبوع ده. اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا.